قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. وريت ما سمعش الموسم الاول والثاني من المسلسل ده يروح يسمعه من القناه او هتلاقيه موجودين في اول تعليق وكمان في الوصف اللي موجود تحت الفيديو ده. وصدقني بقولها لك، لو ما سمعتش الاجزاء القديمه مش هتفهم حاجه من اللي هنتكلم عنه النهارده. وحابب اقول حاجه في الاول كالعاده، وهي اننا عملنا قناه تانية للمسلسلات وبس، واسمها الخلاصه اكسترا. هتلاقي هناك بقى كل المسلسلات اللي بتحبها والجديده والقديمه وكله، وكمان بينزل فيها فيديوهات بشكل يومي مسلسلات بس، فدي حاجه هتعجبك جدا. فيلا روح اشترك هناك، وهتلاقي لينك القناه في اول تعليق وكمان في الوصف اللي موجود تحت الفيديو ده. طبعا احنا اخر حاجه شفناه في الموسم اللي فات، وهو ان ليتن اخد هو وكان واحد تاني محرك سنو بيرسر مع كم عربه تاني، وسابوا بيك اليست لوحدهم مع باقي العربات. وكمان عرفنا انهم ملقيوش ميليني في المركز اللي هي كانت فيه، بس ليو اخيرا بيانات بتقول لهم على الاماكن الدافئه على الارض. بس هل تعتقد بالشكل ده يا عزيزي ان كل المشاكل اتحلت؟ الاجابه لا. بص يا حاج، فباقي اليس وباقي العربات الدنيا هناك كانت خربانه، لان الناس مقسومه ما بين مقاومه تبع ليتن وناس تبع ويلفرد، فالموضوع كان صعب فعلا. وفي يوم من الايام بتيجي زارة مرات ليتن لويلفرد، فبنعرف وقتها ان ويلفرد بيعاملها بكل احترام وحب، مع ان ده غريب جدا، ولكن قدام هنعرف ليه. بس مش ده الغريب، الغريب اننا شفنا في نفس الوقت ده خافي عايش. ايوه خافي، اللي الكلب عضعت فيه في الموسم اللي فات. ولكن تقدر تقول كده انه بقى زي العبد بالظبط، يسمع الامر من ويلفرد وينفذه من غير اي كلام خالص. اما روس فبقت هي قائده المقاومه مع بايك صديق ليتن. ولكن المشكله الكبيره هي ان روس عايشه حاليا تحت العربات في الاوض الخفيه اللي موجوده تحت القطر، لانها حاليا مطلوب القبض عليها. تمام جدا، خدت المشاكل الكتيره دي، خد المشكله الاكبر والاصعب كمان، القطر بيتجمد. اه بيتجمد، وده لان محرك سنو بيرسر القوي مش موجود عشان يدي طاقه كافيه لباقي العربات ويدفيها، وبالتالي الناس جوه كانت بتتجمد في درجات حراره بتعدي السالب 40، لان مفيش طاقه تدف بيها. وولفرد على فكره ما كانش ساكت، بل كان بيحاول يوصل لليتن بكل الطرق الممكنه، وكمان كان بيصد المقاومه بتاعه بايك وروس بكل قوته. يعني مثلا في يوم شاف ان في مجموعه من المقاومه بتسرق كهرباء زياده من القطر، وبتدي بيها الناس حمامات سخنه مقابل انهم يساعدوهم في حاجات كده معينه هتنصر المقاومه على ويلفرد. فاول ما عرف كده ويلفرد وحقق مع الناس اللي شافها بتاخد دش زي كده، ما تعرفوش باي حاجه خالص، وبالتالي عاقبهم قدام الناس كلها بانه خلى اغلب سكان القطر يرموا عليهم سماد عضوي، اللي هو يعني بمعنى اصح الا مؤاخذه اللي انت اكيد فهمتني ايه السماد العضوي ده. بس دي تبقى مشاكل القطر الكبير، تعال شوف بقى القطر الصغير. القطر الصغير اللي هو سنو بيرسر ليه حاليا شهور طويله جدا بعيد عن باقي العربات اللي عند ويلفرد، وده لان بن ما فقدش الامل في انه يلاقي ميلاني، وكان بيدور عليها دايما بره القطر باستخدام بيانات غريبه كده. بس المشكله ان محرك سنو بيرسر مليان طاقه كبيره جدا مش بتخلص، وده لان اللي ملزوق فيه بس هو 10 عربات ومش بيستنزفوا طاقه اساسا، مش زي ال1000 عربه اللي محطوطين في القطر الكبير اللي مع ويلفرد. فالموضوع ده كان بيسخن القطر لدرجه ان المكان ممكن يولع من السخونه، فكان الحل قدامهم عشان خاطر يحلوا موضوع السخونه دي ان القطر يطلع شويه. بس اليكس بنت ميلاني كانت بتحاول تحافظ على كل حاجه بقدر المستطاع لغايه ما يركب بن على الاقل، لانه لسه بره. بن فعلا كان خلاص هيركب، بس مره واحده وهو ماشي في التلج وقع جوه مكان كبير كان مدفون تحت التلج. وقتها ليتن وجوزي كانوا عاوزين يروحوا ينقذوه، بس القطر بدا يسخن اكتر واكتر، فجت تيل تساعد اليكس عشان تطلع بالقطر بعد طبعا ما ينزلوا ليتن وجوزي من القطر ويروحوا ينقذوا بن. وفعلا لبسوا جوزي وليتن البدلات وراحوا على بن، واليكس وتيل اخذوا القطر وطلعوا بيه على القضبان عشان يفرغوا شويه من الطاقه الزايده بتاعته وبعدها يرجعوا تاني. بس الكلام ده سبب مشكلتين، الاولى وهي كالاتي: اودري اودري اللي كانت محبوسه معاهم من الموسم اللي فات بقت مهووسه بولفرد زياده عن اللزوم، فجالها الزنزانه بتاعتها بعد شويه واحد من الناس اللي كانوا في العربات بتاعت محرك سنو بيرسر وقت ما طلع، واسمه مارتن، وقال لها ان مفيش في القطر غير تيل واليكس، فطلعها من السجن واخدوا بعضهم وراحوا على اليكس. وتيل وقتها كانت موجوده في اوضه تحت القطر بتصلح شويه اسلاك، فضربتها اودري ضربه خلتها يغمى عليها، وراحت بعد كده لاليكس عشان تقنعها ترجع بيهم لويلفرد. بس الحمد لله مفيش مشاكل، لان تيل فاقت تاني وشافت ان في مخرج تاني للاوضه اللي كانت فيها دي، فطلعت منها ومسكت مفتاح حديدي وضربت مارتن على راسه هو واودري. بعدها خلت اليكس ترجع تاني لجوزي وليتن وبن ورجعت اودري تاني للسجن. اما جوزي وليتن فهم كمان كانوا وصلوا للحته اللي وقع فيها بن، وطلع انه كسر كام ضلع كده فمش عارف يتحرك بمعنى اصح، فنزل ليتن وليه ان البدله بتاعته قربت تخلص شحن، فطلعه بسرعه لفوق عند جوزي باستخدام الحبل وقال لها تروح بيه بسرعه على سنو بيرسر وهو هيحصلها، لان بين ممكن يموت لو بطاريته خلصت.
وفعلا اخذت جوزي بن وراحت بيه. اما ليتن فلسه هيطلع لقي حاجه عجيبه وغريبه قوي قوي قدامه، وهو نور احمر من احدى الاوض بتاعه المكان. فدخل جوه لقى ان المكان ده هو مفاعل نووي اساسا، وتقريبا حد شغال في المكان ده لغايه دلوقتي. فكمل ليتن تدوير لغايه ما لقى اوضه تانيه فيها لبس وبطاريات كتير، وهوب واحده هجمت عليه من ورا بالبدله بتاعتها، بس ليتن ضربها ضربه خلاها يغمى عليها، ولكن بطاريته هو كانت خلاص خلصت شحن، فبسرعه وصلها باقي البطاريات التانيه اللي لقاها في المفاعل عشان تشحن واغمى عليه من كتر البرد. في اللحظه دي حلم ليتن حلم عن ارض شكلها غريب وصالحه للحياه في مكان اسمه قرن افريقيا. واستنى شويه عشان هنفهم المكان ده اكتر قدام. المهم انه الحمد لله فاقوا بقى تمام، وجوزي وبين كمان وصلوا سنو بيرسر وركبوا جواه وكل حاجه بالنسبه لهم تمام. وبصوا قدامهم لقوا ليتن ومعاه البنت اللي كان بيتخانق معها. طبعا استغربوا بس دخلوه هو وهي وقلعوها البدله بتاعتها وسابوها نايمه براحتها لغايه ما تفوق. وفي الوقت ده راح ليتن عشان يتكلم مع بن شويه في موضوع المناطق اللي الحراره فيها عاليه وصالحه للسكان. فقال له بن ان بعد الابحاث التفصيليه اللي بيعملوها على كل الاماكن اللي لقوها على بيانات ميلاني، لان اغلب الاماكن دي فعلا درجه الحراره فيها بتقل، ولكن مش لدرجه انها تكون صالحه للحياه من تاني على الاقل حاليا. وقال له كمان ان حاليا ما فيش غير بس منطقتين هما اللي ما كشفناش عنهم، بس البيانات بتاعتهم مبشره جدا، وهما جنوب السعوديه ومنطقه تانية في افريقيا بيقولوا عليها قرن افريقيا، وده المكان اللي حلم بيه ليتن. بس عارف ايه المشكله حاليا مع ليتن؟ المشكله انهم حاليا طولوا جدا على باقي العربات التانية اللي مع بيج اليس، ومحتاجين ان هم يرجعوا لها دلوقتي حالا، والا اكيد الدنيا هناك هتخرب اكتر ما هي خربانه. بس مش دي المشكله، المشكله الاكبر هي ان اتصالاتهم بالاقمار الصناعيه مقطوعه، وبالتالي هم مش قادرين يحددوا مكان بيج اليس نهائيا. عامة هنرجع لمشكلة تاني، ولكن حاليا البنت اللي لقيوها في المفاعل صحيت، وقتها كانت عاوزة تتخانق مع ليتن تاني، بس هدوها وطمنوها انها تمام وانها كمان على سنو بيرسر، واللي لما عرفت انها عليه ما صدقتش نفسها، لان هي زيها زي الكل كان نفسها تركب القطر ده من زمان، ولكن ما عرفتش عشان كان زمان معمول للطبقات الغنية وبس. وبس يا سيدي، بعد ما هديت بدأت تشرح ليتن كل حاجة حصلت معاها. فقالت له انها كانت قاعده هي و34 عالم تاني في المفاعل اللي طلعوها منه، وكانوا بيدفوا وبيعيشوا على طاقه المفاعل والمتبقيه منه، ولكن بعد مده اغلبهم مات بسبب التسرب الاشعاعي او البرد، لغايه ما انا بس اللي اتبقيت. فبعد ما عرف ليتن قصتها راح بعدها مع جوز عشان تروح تريح شويه. تعال بقى من لما تريح هي شويه هقولك على مصيبه كبيره جدا قد كده. في بيج اليس ويلفرد كان شغال على حاجه محدش كان عارفها، ولكن روس وهي مستخبية شفت مجموعة من رجالة ويلفرد رايحين لمؤخرة القطر، فبعتت رسالة لبايك عشان تقوله ان ويلفرد بيعمل حاجة غلط في المكان. وفعلا ويلفرد كان بيعمل مصيبة، لاننا شفناه مرة واحدة مع واحد من الدكتورين هيدوود وكمان كيفن بيحاولوا يضربوا طلقة بجهاز AMB، والAMB هو عبارة عن سلاح نبضات كهرومغناطيسية ضربها ويلفرد من مؤخرة القطر عشان يمكن تصيب قطر سنو بيرسر اللي على ليتن. وهو فعلا حصل كده، ولكن كانت ضربه خفيفه يدوبك وقفت عندهم شويه من اجهزه الكمبيوتر وبس، وده على فكره اللي بتعمله الاي ام بي مش اكتر، ان هي بتوقف اي حاجه الكترونيه. بس بالنسبه لويلفرد فكانت في عنده مشاكل اكبر من ليتن، وهي ان زي ما قلت قبل كده القطر بيمشي ببطء لان بيج اليس ما كانش بقوه سنو بيرسر اساسا، وبالتالي الطاقه ضعيفه والناس بتموت من البرد. في الوقت ده اوسوايلر طلب الجواز من ال جي وهي وافقت. وقتها استغل ويلفرد الحته دي وراح عمل لهم حفله كبيره جدا في القطر عشان يحتفلوا الناس بيهم ويتلهوا شويه عن اللي بيحصل في القطر. ومش بس هو اللي استخدم موضوع الفرح ده كإلهاء، بل كمان بايك وروس قرروا ان بما ان الكل حتى ويلفرد مشغول في الفرح، انهم يروحوا يشوفوا بنفسهم ايه اللي بيحصل في مؤخره القطر وايه السلاح اللي مع ويلفرد ده. وفعلا راحوا على هناك وشافوا الاي ام بي وحاولوا انهم يبوظوه، بس كيفن مساعد ويلفرد حس ان اكيد خلال الفرح ده ممكن بايك او غيره يستغل اللي بيحصل ويروحوا يبوظوا السلاح بتاعهم. فعرفوا بايك وروس ان كيفن جاي عليهم، فقررت روس تطلع له بنفسها لان وقتها هيمسكها هي ومش هيكمل لمؤخره القطر عشان يشوف مين اللي فيها. وفعلا بعد شويه شافها كيفن وامر بالقبض عليها فعلا. وكمان جالها ويلفرد وفضل يسالها اسئله كتير عن ليتن وغيره، بس هي ما كانتش بترد، لغايه ما زهق منها راح امر حراس انهم ياخدوها قدام الكل ويقطعوا لها دراعها بعد ما يتلجوا. يعني بص خلاص كانوا قربوا انهم يعملوا كده، بس حصلت معجزه غريبه وهي ان السلاح اول ما بايك واصحابه كانوا بيحاولوا يبوظوه قاموا فعلوه على الطاقه القصوى بالغلط، وبالتالي لو اتضرب في القطر يبقى الكل هيموت لان كل حاجه هتقف. راحوا اخدوا الجهاز ورموه بره، ولكن ده ما كانش كفايه لان الجهاز ضرب ووصلت ضربته لسنو بيرسر وبيج اليس،
بس الحركة دي ما بوظتش حاجة لان الاتنين كانوا بعاد كفاية، بس على الاقل عرفت توصل اشارة بيج اليس لسنوبيرس، وبمعنى اصح كده عرفوا ليتن واصحابه مكان بيج اليس، فاخدوا بعضيهم وراحوا لها بسرعة. وقبل ما يقطع ويلفرد دراع روس قام جه ليتن ومعاه الباقي. مش عاوز اقولك قد ايه ويلفرد كان فرحان انهم جم، عشان هو نفسه يسترجع اودري وسنوبيرس، فبسرعة امر كل رجالته انهم يبدأوا يستعدوا عشان يحاربوا، وامر كمان كيفن انه يروح يمنع اي مقاومة من اعوان ليتن اللي لسه في القطر، وفعلا راح كيفن. اما ويلفرد فكان مستغرب ازاي ليتن جه بسنوبيرسر وهرب تاني بسرعة من السكة التانية، فبص قدامه لان ليتن كان حاطط له حديد على الطريق عشان يخبط فيه هو، وده فعلا اللي حصل. بس عامه مش مشكلة كبيرة لان ويلفرد عرف يخلي بيج اليس تعدي من الحديد ده كله. بعدها ليه سنوبيرسر رجعت له مرة تاني، فعلى طول راح امر ويلفرد خافي انه يضرب القطر ده بقذيفة، وده فعلا اللي عمله، بس اصاب بس الكام عربة اللي من ورا، بس دي برضو مصيبة لانها ممكن تقلب القطر كله بتاع سنوبيرس. فبسرعة قدرت اليكس هي وليتن يخلوا الكام عربة دول وراحوا فصلوهم عن القطر خالص، وبالتالي كله بقى تمام. ولكن المشكلة هي ان اثناء ما سنوبيرسر منشغل بفك العربات منه كان وقتها ويلفرد طفأ انوار بيج اليس وهرب. بس الحلو هنا هو ان وقتها بايك وشوية من صحابه بدأوا يتحركوا عشان يساعدوا ليتن، وعلى طول بدأوا يضربوا في جنود ويلفرد، وبايك نفسه راح اخد بعضه وراح على طول على روس عشان يشوف حل معاها، وللعلم يعني كانت محطوطة حاليا في السجن من بعد طبعا ما موضوع قطع ايدها ده اتوقف. فقالت لروس سيبك مني وروح بسرعة على اوضة قسم الضيافة، هتلاقي فيها هناك ازرار بتطلق العاب نارية في السماء، روح شغلها. وفعلا راح بايك على اوضة الضيافة وضرب الالعاب النارية دي، وده فعلا ليتن وكل اللي معاه شاف، واخيرا بيج اليس تاني واخدوا بعضهم ورجعوا لها. بس في مشكله تانيه حصلت، وهي ان كيفن مساعد ويلفرد قبض على اصحاب بايك واللي تقدر تقول عليهم المقاومه، ومش مسكهم بس ده فضل يعذب فيهم في عربه الليل واللي الجي واسوايلر صحابها حاليا. والعلم اسوايلر كان زعلان جدا عليهم، لكن الجي لا، بل كانت فرحانه جدا لانها مع ويلفرد. عامه هنرجع لكيفن الزباله ده تاني واللي بيعمله من تعذيب، ولكن تعال نشوف سنوبيرسر لانه خلاص وصل وبقى قدام بيج اليس. والمشكله زي ما قلت لك قبل كده ان بيج اليس اضعف من سنوبيرسر، وكمان بيستهلك طاقه كتير عشان العربات الكتيره المربوطه فيه، وبالتالي فبعد المنورات الكتيره اللي عملها عشان يهرب من ليتن فخلص الطاقه حاليا، وحاليا مفيش امل قدامه غير الاستسلام، بس هو برضه مرضيش، فكلمه ليتن على سلكي وخلاه يكلم اودري عشان يشغله شويه. وليتن اخد بعضه ولبس بدله وطلع بره القطر عشان يدخل بيج اليس، وبسرعه بين من غير ما حد ياخد باله قال لخافي بالاسباني افتح الباب، وده فعلا اللي حصل، ودخل ليتن جوه القطر ومسك ويلفرد وفضل يضرب فيه لغايه ما خلاص ويلفرد جاب اخره، وفي اللحظه دي بس قرر انه يستسلم، وعلى طول كلم كل جنوده عشان ما حدش يلمس المقاومه او يلمس ليتن واللي معاه، وكمان قال للكل ان القطر حاليا بتاع ليتن. وقتها الكل فرح، لكن ال جي خافت فعملت نفسها تابع ليتن والمقاومة وراحت ماسكة سكينة ورشقها في رقبة كيفن فمات، ولكن كان مات بعد ما قتل واحد من المقاومة وهو الشاب الضخم أقوى واحد في القطر. عامة بتخلص الليلة وبيتحط ويلفرد في زنزانة صغيرة عشان يتعفن فيها باقي حياته عشان اللي عمله ده. أما تيل فبتروح عشان تطلع الناس المسجونة ومنهم روش اللي كان محبوس هو وعيلته في الجوارير بسبب ويلفرد، بس للأسف لقيت تيل ان مرات روش هي الوحيدة اللي ماتت لانها عفنت جوه الجوارير، الموضوع ده هتحصل بسبب مصيبة بس قدام شوية. اما ليتن فخلاص خد قراره انه لازم يروح قرن افريقيا مهما حصل، بس المشكلة ان مفيش بيانات بتقول ان الجو هناك حلو، هو بس بيعتمد على شوية بيانات صغيرة مش اكتر، وكمان على الحلم اللي حلمه عن المكان ده قبل كده. فوقتها قابل ليتن روس ولا على موضوع قرن افريقيا، وقال لها كمان انه محتاج يكذب على الناس في حاجه كده عشان يوافقوا كلهم على الذهاب لقرن افريقيا وترك القطر ده مدى الحياه. فروس وافقت فعلا لان مفيش حل تاني، بس عارف كذبه ليتن كانت ايه؟ كانت انه اقنع اشا البنت اللي لقيها بره انها تروح تكلم القطر كله عن طريق الميكروفون وتقول لهم انها من قرن افريقيا وان المكان هناك جامد جدا، وفعلا ده اللي حصل، وقتها اغلب الناس وافقت على الذهاب لقرن افريقيا. وبس يا سيدي اخدوا الكل بعضيهم وراحوا فعلا على هناك. بالعلم الرحلة دي هتاخد وقت طويل جدا يقدر بالايام عشان يوصلوا، بس هو في الاخر ممكن يوصلوا. المهم بعد كذا يوم من الاستقرار وكل حاجة تمام، بصت اليكس وبين من لوحة التحكم قدامهم على الطريق ليه ثلاث عربات من قطر بيج اليس مرميين على الطريق، فهنا قالت اليكس انها كانت مع ويلفرد زمان وهي صغيرة اول ما رمى العربات دي، وقالت انه رماها عشان يخفف وزن،
والقطر يعرف يكمل من غير ما تخلص طاقته. بس المشكلة ان العربيات دي معمول لها زي مرساة عشان تمسك في القضبان وما تحركش ابدا، يعني حاجة زي كده ممكن تقول زي القفل. وده فعلا اللي حصل دلوقتي. وقتها الكل اتفق على ان اليكس وبين هينزلوا من القطر ويروح للتلات عربات دول ويشغلوا الكمبيوتر بتاعه ويرفعوا المرساة من تاني. وفعلا نزلوا وراحوا على هناك. في الوقت بقى بايكي كان بدأ انه يكره ليتن جدا، وكمان بدأ يلومه على موت الشاب الضخم بسبب كيفن، وكمان كان شايف ان روس هي الاحق بالقيادة مش ليتن، لان ليتن هرب قبل كده لكن هي لا. بس برضو ليتن كان بيعمل نفسه عبيط ومش بيعاند معاه، لان بايك زي اخوه بالظبط. وعلى فكرة بايك بدأ يحب روس جدا جدا، وبقى في حب متبادل بين الاتنين. وبايك على فكرة برضو قال لروس انت لازم تكوني مكان ليتن، بس احنا عارفين طبعا روس ولاها حاليا الاول والاخير لليتن، وبالتالي ما رضيتش ترد عليه. ولكن تعرف في مشكله حصلت بسبب ويلفرد اثناء غياب ليتن، وهي ان في مره ليتن كان في مطعم بيتكلم عادي مع اشا، فلقى الدكتوره بتاعت القطر بتتجسس عليه، فراح لها عشان يعرف هي عاوزه منه ايه. فقالت له انا عاوز اقول لك ان ويلفرد من بعد ما انت مشيت وهو منعني اراقب صحه زارا مراتك وابنكم الصغير، وخلى الدكتوره هيدوود الدكتوره بتاعته هي اللي تشرف عليهم. والمشكلة ان كنت براجع ملفاتهم من الوقت للتاني، فلقيت ان هو حط جوا الجنين الصغير ابنكم مادة وراثية نفس اللي حطوها قبل كده لجوزي زمان عشان تستحمل التلج. فراح لقيت الدكتورة هيدوود عشان يفهم منها، وهنا اتأكد انهم حقنوا فعلا طفل زارا بمواد وراثية عشان يطلع وهو مش بيحس بالتلج. بس اللي صدم ليتن اكتر هو ان الدكتورة قالت ان زارا كانت موافقة. فراح فعلا لزارا وفضل يزعق فيها، فقالت له انا عملت كده لانك سبتني ومشيت، ويلفرد كان قادر يأذيني انا وبنتي، فقررت ان اعمل كده عشان ابقى في حمايه مش العكس. طبعا بعد ما سمع ليتن الكلام ده راح اخد بعضه ومشى من المكان وهو متعصب من ويلفرد، وراح عشان يزوره ويشوفه. ولكن مشكله يا عزيزي هي ان روش من بعد ما فاق وعلاقته ببنته باظت بسبب حزنه على مراته، وبالتالي بقى بيسكر كتير ومكتئب ومش بيشتغل وحياته كلها ضيعه. لغاية ما في نفس اليوم ده قرر يروح ينتقم من ويلفرد، فدخل العيادة في الخباسة واخد منها نفس المادة اللي بيحقنوا بيها اي حد بيدخل الجوارير، وراح بيها لويلفرد وحقنوا بيها في قلبه. وقتها كان ليتن وصل، فمرضيش ان ويلفرد يموت لانهم ممكن يحتاجوا خبرته لغاية ما يوصلوا لقرن افريقيا. بس ويلفرد كان شبه دخل في غيبوبة، بس مش مشكلة لانهم جابوا دكتور. من الناحية التانية اليكس وبن وصلوا القطر، وهناك اليكس كانت خايفة جدا لان القطر ده زمان لما ويلفرد فكه ما كانش فاضي، بل كان مليان بناس نايمة، وهو جه لأليكس وهي نايمة وأخدها، وبعدين فصل العربات وماتت الناس دي كلها وهي نايمة. بس عامتها مفيش مشاكل لأن بن وساها لغاية ما ركزوا في الشغل اللي جايين عشانه وشغلوا الطاقة بتاعت المكان وفتحوا القفول بتاعت العربات. وبس يا سيدي رجعوا القطر من تاني وكملوا طريقهم بالقطر، وكل حاجة تقدر تقول شبه تمام. وفعلا عدت ايام كتير وحصلت حاجات كتير في الوقت ده، زي ان مثلا ويلفرد لسه في غيبوبه زي ما هو، وزارا كانت في يوم ماشيه عادي مع ليتن، بس هم ماشيين وسط الناس اللي بتعلق اسامي المولود الجديد على شجره كانوا يعني من انواع التقاليد، وانا هنا بتكلم عن المولود بتاع زارا وليتن اللي لسه هيجي. المهم يا سيدي ان مره واحده وهم قاعدين مع بعض نونود في دماغ الطفل انه يطلع دلوقتي، وبالتالي اخذوا الكل زارا بسرعه وودوها للدكتوره هيدوود عشان تولدها. وبعد شويه كانوا وصلوا لها فعلا وبداوا يجهزوها عشان تولد. بس مره واحده ضرب جرس الانذار عشان في حد ولع في الشجره اللي كان بيتعلق عليها اسماء ابن ليتن، فجري بسرعه ليتن عشان يلحق الحريقه دي قبل ما تتمدد اكتر في القطر كله. بس ليه؟ ان تيل كانت وصلت وطفت الحريقه مع بتوع الاطفاء. ومن هنا بقى قرروا ليتن وتيل يحققوا في الموضوع ده، فعرفوا ان في ماس كهربائي حصل فعلا. بس مش ده الغريب، الغريب ان كان في كحول كتير عند الشجره، وده اللي خلى الشجره تولع بشكل كبير وبسرعه. وقتها بقى بدأوا هما الاتنين يبحثوا في الموضوع، وبعد بحث طويل ولف على كل الناس اللي بتعمل كحول عرفوا ان في واحد سرق كمية من الكحول من واحد من سكان الديل اللي بيعمل بيها خمرة. وقتها بقى اخد ليتن بعضه وراح لعدوه اللدود ويلفرد عشان يشوفه لو صحي يقوله على موضوع الحريقة ده يمكن تكون ليه صلة. في اللحظة دي ويلفرد كان شبه صاحي بس كان بيخترف شوية، فأول ما سأله ليتن راح قاله ان اللي عمل كده واحد بيكرهك قوي قوي غيري. ولسه ما كملوش كلام جات روس وقالت لليتن ان في دخان شديد في عربيه المزرعه، فراح ليتن على هناك ولسه هيبص على المكان وهوب انفجرت قنبله. والحمد لله ما حصلش تسريب في العربه ولا حاجه، ولا كان الكل ماتوا، وكمان الحمد لله لان ليتن اتخبط واتخرشم بس مش اكتر، لكن ما حصلوش حاجه. فعلى طول طفوا الدنيا وتاكدوا انها تمام، واخد ليتن بعضه ورجع لزارا يطمن عليها، فلقيها خلاص اهو هيطلع الطفل. وفعلا بعد كام دقيقه طلعت بنتهم وهي في حاله صحيه ممتازه
ومفيش مشاكل، وتقدر تقول ان الحمد لله اليوم مشى شوية كويس على الاقل. بس هو مخلصش قوي، لان ليتن اخد زارا وراحوا استخبوا في اوضة ويلفرد القديمة على طول، وده لان بالشكل ده في حد بيحاول يقتل ليتن. وعلى فكرة ليتن لما حس ان في حد مستقصده راح بعد جاب بايك صديق عمره وشوية تانيين من الدل عشان يحموا. بدأوا يعرفوا مين اللي بيحاول يقتله، وفعلا وصل بايك وفضل هو قاعد مع ليتن وخلى الباقي يحرسوا المكان من بره. في الوقت ده بقى تيل فضلت تعمل تحقيق لغايه ما عرفت ان القنبله الاخيره اللي اتعملت بنفس النظام القنابل بتوع سكان الدل اللي كانوا بيستخدموها زمان في الحرب ايام ما كان في طبقات. فكده عرفت تيل ان واحد من سكان الدل هو اللي عمل القنبله، فراحت على طول لليتس، وده لانها الوحيده في سكان الدل اللي بتعرف تعمل متفجرات وخبيره في الالكترونيات. فقالت ليتس ان مش هي اللي عملت كده، وان هي معاها كتاب وصفات بتحط فيه كل حاجه وشايلها على جنب، ومحدش يعرف ان هو موجود اساسا غير مجلس الحرب بتاع سكان الدير. فطلعت ليتس الكتاب ده ولقيت ان الصفحات اللي المفروض فيها وصفات المتفجرات دي اتقطعت. فجريت تيل وكلمت ليتن وفهمته كل حاجه. وقتها ليتن فهم ان بايكو هو اللي بيحاول يقتله، لان الوحيدين المتبقيين من مجلس حرب الدير هم ليتن وبايك والباقي الله يرحمه. فعلى طول ليتن كان هيهجم على بايك لانه اساسا عنده، لكن بايك هددهم بالطفلة بنت ليتن وزارة، بس بعد كده سابها وجري. وفضل يجري ويجري ويجري وليتن معرفش يوصله. فجأت له جوزي وقالت له انا عندي حل ممكن من خلاله بايك يجيلك لغاية عندك، وهي طريقة ايفان العجوز. وهنا الكل سأل هي ايه الطريقة دي، فعرفوا ان بايك وليتن هيقعدوا مع بعض ويفضلوا يتناقشوا عشان يحلوها ودي، ولو الاتنين رفضوا الودي هيتحاربوا لغاية ما واحد يقتل التاني، وما ينفعش حد يحارب التاني من غير موافقه الاتنين. وهنا ليتن وافق، لكن الكل كان خايف لان عادي الاتنين ممكن يتعصبوا واحد فيهم هو اللي يموت التاني. بس رغم كده فعلا طلع ليتن على الميكروفون وطالب من بايك يكرم طريقتهم القديمه في تصفيه الحسابات ويقابلوا عند الديل عشان يصفوا حساباتهم. وفعلا بعد شويه جه بايك وقعد مع ليتن. ليتن وقتها عرض على بايك انه ياخد كل اللي هو عاوزه وكمان يعيش بسجل نظيف وفي اعلى طبقات القطر. بس بايك ما كانش عاوز كل الكلام ده، بل كان عاوز ليتن يموت عشان روس هي اللي تحكم مكانه لانه شايفها احسن منه. وفي النص قال بايك ليتن انا عرفت انك كنت كذاب، وان مفيش ارض صالحه للحياه، وان اشا مش من قرن افريقيا اصلا، فتعالى نتحارب والا هطلع اقول الكل على كذبتك. وقتها ليتن ما كانش عنده حل، فوافق فعلا وطلب السكاكين من جوزي فكبتهم له وهي خايفه جدا احسن ليتن يموت. وبعد ما طلعت بدات الخناقه، او ضربه يمين على ضربه شمال. بايك كان خلاص هيقتل ليتن لانه قوي جدا، بس قدر ليتن على اخر لحظه انه يقتل بايك بالسكينه، واخر كلمه قالها له هي اتمنى تلاقيها متجمده، وبعدها مات. طبعا الكل زعل على بايك وبالاخص ليتن اللي غسله بنفسه وبعد كده اغمى عليه من كتر الحزن ودخل في غيبوبه. وعشان ما ارغيش كتير عليك اكتر ما انا برغي، خلاصه الغيبوبه دي هي ان ليتن دخل في حاجه زي حلم، وجوه الحلم ده شاف حاجات كتير متغيره، زي ان ويلفرد بقى تمام وروز بقت هي وخافي قتلين قتله، وحتى انه في الاخر خالص شاف بنته وهي كبيره رغم انها في الحقيقه لسه طفله. ولكن كان مطلوب من ليتن عشان يطلع من الغيبوبه الغريبه دي ويفوق هو انه يحل لغز ويفتح ابواب معينه في حلمه ده، وعشان يفتحها كان لازم يواجه نفسه وضميره، وانه كان فعلا غلطان يوم ما قتل بايك عشان يحافظ على سره، الا وهو قرن افريقيا اللي هو مش متاكد اصلا ان كان صالح للحياه ولا لا. وفعلا بعد فتره بيقدر يحل ليتن اللغز وبيفهم انه غلط وبيصحى من النوم، والعلم قدري ساعدته بنسبه كبيره جدا عشان يعرف يطلع، لاننا طبعا عارفين من المواسم اللي فاتت كلها ان قدري بتعرف تعمل ارتباط خواطر والحاجات اللي زي دي، فقدرت تساعد ليتن وهو في الغيبوبه عشان يطلع. ومن هنا اقدر اقول لك ان قدري رجعت لطبيعتها وكرهت ويلفرد خالص زي زمان. بمناسبه ويلفرد صح، في الوقت اللي ليتن كان نايم فيه في الغيبوبه ويلفرد فاق وبقى كويس جدا، وبقى محطوط في اوضه المكتبه ومحبوس هناك كعقاب. بس مره واحده بدا ويلفرد يدور في المكتبه وفي كل الخرايط على حاجه كده مهمه جدا، وكمان ما سكتش على كده، ده طلب اليكس كمان وخلاها تساعده. وبعد تدوير وبحث كبير قال ويلفرد لاليكس بعد ما انتوا سبتوا بيك اليس من 3 شهور ورحتوا تجيبوا ميلاني بسنو بيرسر، انا فضلت اتتبعكم واحاول التقط اي اشاره على القمر الصناعي، فلقيت ليكم اشاره واختفت. فقالت له اليكس اننا ما بعتناش اي اشاره واننا مقطوعين من على القمر الصناعي من بعد ما سبناك. فقال لها ما هي دي الفكره، امال مين اللي بعتها؟ راح كمل وقال لها انا حاسس ان امك ميلاني يا اليكس لسه عايشه. وقتها اليكس اتصدمت وراحت لبين على طول، وبين بدوره استدعى ليتن وقال له على كل حاجه عارفها من اليكس، وكمان على شويه حاجات بحثها بعد ما عرف كل المعلومات دي من اليكس. وقال له اذا كان كلام ويلفرد صح
فملني ليها حاليا اكتر من 3 شهور جوه قطر تنظيف التلج الصغير. هي اكيد اخدته عشان كان القطر موجود في منشأة جنب جبال روكي اللي هي كانت فيها قبل كده. طبعا ليتن ما كانش مصدق اللي بيسمعه وكان فاكر ان ويلفرد ممكن يكون هو اللي بيخطط لكل ده، بس لان الكل محتاج ميلين اليومين دول فعلا فاخدوا بعضهم وراحوا على الاشارة بتاعتها. بس المصيبة اللي حصلت بعد فترة وهي ان مرة واحدة وهم ماشيين اشف اوضتها لقيت ان في اشارة غريبة في الجهاز بتاع بدلتها لغاز سام داخل عليهم، فراحت بلغت الكل وطلع كلامها فعلا صح، لانهم بيبصوا قدامهم لقيوا زي سحب بركانية داخل عليهم، والسحب دي للعلم يعني مكونة من غازات بركانية ممكن تحرقك من جوه في لحظات. ما تسألنيش ليه موجودة هنا، يعني ما فرقتش عليها، ما الدنيا خربانة من كل حتة في العالم فما جاتش على دي يعني. المهم ليتن اول ما عرف كده طلب ويلفرد عشان يفهم منه اذا كان القطر يدعم فلات ارتصاف الغازات دي ولا لا. فقال لهم ويلفرد ان القطر هيستحمل، وكمان هو ما كانش يعرف بوجود الغازات دي وقتها. ما كانش في حل عند ليتن غير انه نبه الكل يقعد في اوضته لغايه ما يعدوا من السحب دي. وفعلا يا سيدي دخلوا جوه السحب دي وكل حاجه كانت تمام، لغايه ما فجاه خافي لقي تسريب في احدى عربات المزرعه، فبص على الفلاتر بتاعتها ليها متاكله، فكلم بين على طول وبين كلم ليتن وبعته هو واشا وهم لابسين بدل عشان يخلوا الشفاط اللي في المكان ده يشتغل فيشفط الهواء لبره بدل ما ينتشر الغاز في القطر والكل يموت. وفعلا وصلوا هناك ليتن واشا وليه الفتحه اللي فيها اوضه الشفاط، بس كانت فتحه صغيره ما تدخلش حد وهو لابس البدله، فكان ليتن عاوز يقلع بدلته فقال له بين لو قلعتها هتموت في دقايق بس. فبدون تردد ضربت اشا ليتن عشان ما يعرفش يتحرك ويمنعها، ولعت هي بدلتها ودخلت جوه الاوضه وعرفت تشغل الشفاط اللي كان معلق، وبالتالي بدا الهواء السام يطلع بره وكل حاجه تمام عدا اشا اللي تنفست هواء اكتر من اللازم سام، وبالتالي فضلت تتكلم مع ليتن وهي بتختنق لغايه ما ماتت وليتن شايفها ومش قادر يعمل لها حاجه. وبس يا صديقي بيعدي القطر من السحابه وكل حاجه بتبقى تمام، وبعديها بكام يوم بس بيكون القطر وصل لمكان اشاره ميلاني وكمان شافوها على الخريطه، فعلى طول بداوا يقربوا اكتر ويحاولوا يكلموا على سلك. طب لحظه تعال اقول لك ميلاني عايش ازاي لغايه دلوقتي وهي ليها تقريبا اكتر من 6 شهور جوه قطر بحجم خزانه المكانس وما فيهوش الاكل ولا شرب. بص يا سيدي، ما هو اصل العباره ان بعد ما ركبت ميلاني القطر ده خدت من المنشاه اللي قلت لك انها لقيت القطر فيه هناك شويه سوائل ودواعم للحياه، والحاجات دي ركبتهم في جهاز الجواري اللي لقيته برضه في القطر ده ولكن على اصغر شويه، وبالتالي كانت ميلاني بتنام بالايام وهي مش محتاجه لاكل ولا شرب في القطر، وكانت كل 8 ايام تصحى عشان تشوف نفسها وصلت لفين وتحاول تقرب اكتر لسنو بيرسون. وبس هي دي قصتها البائسه جدا لمده 6 شهور ما بتعملش حاجه غير اللي قلت لك عليه ده. اما تنبين بعد شويه قدر هو واليكس يوصلوا لقطر ميلاني الصغير وشافوه من بعيد، فبعت بين ليتن واليكس عند البوابه بتاعت القطر عشان ياخدوا القطر الصغير ده هلا بلا كده ويحطوه جوه سنو بيرسر. وفعلا اتفتح الباب وطلعت جوزي وهي ماسكه سلسله من سنو بيرسر وربطت قطر ميلاني وبعدها دخلوه جوه القطر. فاللحظه دي جت اليكس وبين والكل عشان يشوفوها فلقيوها ميلاني فعلا، ففرحوا جدا وعرفوا كمان انها كانت عايشه بسبب الجوارير، فاخدوها على طول على مستشفى عشان يعالجوها مع اجليها 6 شهور ما اكلتش حاجه. وبس يا عزيز بعد 3 ايام بتصحى ميلاني وبتلاقي بنتها في حضنها، فبتفرح بيها جدا وبتحضنها، وبعدها بيجي بن وبيفرحوا ببعض هما الاثنين كمان، وبعدها بيجي ليتن وبيطمن عليها، فبيعرف في اللحظه دي ان ميلاني عرفت كل حاجه عن القطر وانه كمان رايح لقرن افريقيا وكل ده كد، بس عادي يعني ما هي المفروض ستره غطا. وفعلا من غير كلام كتير بتيجي ميلاني وبتروح على اوضه التحكم وبتفرح برضه جدا لانها اتوحشت المكان. تعال بقى نسيب ميلاني ونروح لالجي شويه. الجي من بعد ما جت ميلاني وهي بقت خايفه لاننا عارفين انهم هما الاثنين من الاول مش بيحبوا بعض، وبالتالي الجي خافت على نفسها فقررت ترجع ولاها لويلفرد. فراحت في يوم للسوق وجوزها اوزوايلر كان شايفها بس كان مش مطمن لها، ففضل يتتبعها لغايه ما شافها بتاخد من دكتور هيدوود زي سم كده. وبعد شوية لما رجعت للعربة بتاعتها جات واحدة تاني ما تعرفش مين دي واخدت منها السم ده ومشيت، وبدورها الست دي قدرت بطريقة ما تدخل السم ده لويلفرد وهنعرف هيعمل بيه ايه بس قدام سيكا. المهم اليوم ده بالذات قررت روز تعمل حفلة كبيرة جدا في القطر عشان دي هتبقى اخر مرة يشوفوا فيها مصر والاهرامات بتاعتها قبل ما ينزلوا من القطر، وبالتالي احتفلوا بالمناسبة دي. وطبعا طبعا الكل بما فيهم ميلاني وبنتها كانوا موجودين هناك عاد اكيد ويلفرد المحبوس. ميلاني وهي في الحفله كلمت ليتن وقالت له انا عملت دراسه كامله لكل بياناتكم
ولقيت ان قرن افريقيا ممكن يكون متجمد، ده غير ان الطريق اللي هناك بايظ ليه 8 سنين فممكن الكل يموت قبل ما يوصلوا لهناك. لكن لقيت ميلاني ان ليتن مصر على رايه، فاخدت بعضها وطلعت على الميكروفون وفتحت ليتن وقالت للكل ان ليتن بيكذب عليكم وان البيانات بتقول ان كل الحاجات دي مش اكيده، وكمان ان اشا رحمه الله عليها مش من هناك اساسا ومحدش من القطر راح هنا. بعد ما خلصت الكلام ده راحت قفلت الميكروفون وراحت اخدت خافي واستولوا كمان على لوحه التحكم بتاعه سنوبيرسر، وخافي وقف في صفها لان بين كان كاذب عليه هو كمان. بعد ما عملت ميلاني الحركه دي ناس كتير وقفت في صفها وبالتالي حست بالامان، فاخدت بعضها وراحت على ويلفرد عشان تطمن انه في امان، لان الراجل التعبان ده بيستغل الفرصه دايما عشان يهرب ويعمل حاجه لو ليه اي حاجه الناس بتنشغل بيها زي اللي بيحصل حاليا. وفعلا طلع كلامها صح، لان ويلفرد كان هرب، وده عن طريق انه سمم كل الحرس اللي في الاوضه عنده بالسم اللي بعته له الجي. بس هما التفصيل الصراحه على فكره وهما يستاهلوا، لان ويلفرد قال لهم تاخدوا سجاره غاليه تشربوها، راحوا شربوها الاغبياء وهم ما يعرفوش ان هو مسممها. عامه بيجي ويلفرد العربة الليل واللي بتكون اودري واوزوايلر فيها في نفس الوقت ده بالصدفة، والفكرة ان ويلفرد كان لسه لغاية دلوقتي في ناس بتحبه وبالتالي معاه جيش صغير مش اكتر. والعلم ويلفرد ما كانش جاي كده لوحده، بل كان جاي ومعاه دكتورة هيدوود اللي كانت جايبة معاها رجل التلج الجديد بوكي. وهنا هقف معاك عشان اقولك ان في المسلسل ما وروناش حصل ايه بالظبط البوكي، بس قالوا ان حصل انفجار كان جواه بوكي وبالتالي كان كل فاكره ان هو مات ما عدا هيدوود لانها هي اللي عالجته وخلته مناع للتلج بالمره. المهم بعد شويه بيجي روش عند ويلفرد وبيقول للكل اللي عاوز يجي معايا فانا هاخده من ويلفرد غصب عن عين الكل بكل امان. ففرح اوزوايلر وحب يمشي فرماه بوكي بره. اما ليتن فعمل اجتماع مع سكان الديل واقنعهم ينضموا له في حربه على ميلاني عشان يقدروا ينزلوا من القطر، ولان سكان الديل بيثقوا في ليتن عشان هو واحد منهم فبيروحوا معاه عشان يحتلوا العربات اللي قدام لغايه ما وصلوا لعربة ميلاني. فميلاني لقيت انها لوحدها مش هتقدر على ليتن، فراحت لويلفرد وتحالفت معاه ضد ليتن، بس على شرط ان لو ميلاني فازت في الحرب ويلفرد مش هيتحكم في اي حاجه ولكن هيكون مرفه طول عمره بس. وفعلا الطرفين وافقوا، وعلى فكره دي كانت مشكله لان روش لما لقي الاتنين دول مع بعض راح انقلب على ليتن لانه بقى ضعيف حاليا وجمع رجالته وراح عشان يحاربوا ليتن، بس ما يدروش لان ليتن جيشه كبير فرجعوا تاني. في اللحظه دي رجع ليتن لاوضته ولانه لو كمل هيحصل بحر دم، فكلم ميلاني وفضل يتناقش معاها وما نعرفش وصلوا لايه، بس بنشوف بعدها على طول ميلاني بتروح لويلفرد وبتقول له ان ليتن مش هيستسلم، فبياخدها ويلفرد على زارا عشان يستغلوا الطفله بتاعت زارا في الضغط على ليتن. بس الويلفرد ما كانش عامل حسابه هو كمين كانت عاملاه ميلاني وليتن مع بعض في اخر مكالمه ليهم لويلفرد، وان ميلاني راحت اخر مره لويلفرد عشان يجي معاها لهنا وليتن يطلع يثبته لانه هيكون لوحده، وده فعلا اللي حصل واتقبض اخيرا على ويلفرد. بس ما اكتفاش ليتن بكده وقرر يتخلص من الافعى خالص، فاخد ويلفرد وحطه جوه القطر الصغير اللي كانت ميلاني فيه وسابوا له سوائل كتير جدا عشان يقدر يستخدمها في الجوارير ويفضل حي بره سنوبيرسر. وبس يا سيدي تقدر تقول ان ميلاني وليتن لقوا حل لخلافهم ده وعلى طول راحوا عند ميكروفون القطر وقال لكل سنوبيرسر ان ليتن وميلاني لقوا حل، وهو ان القطر هيتقسم نصين، نص هيروح قرن افريقيا والنص التاني هيفضلوا في القطر لغايه ما يتاكدوا ان قرن افريقيا تمام ويحصلوهم، والكل ليه الحق في الاختيار ما بين القعد والروح مع ليتن. وفعلا الكل بداوا يودعوا بعض عشان ناس كتير هتروح فعلا قرن افريقيا. زارا وليتن وتيل وروس وأليكس بنت ميلاني وخافي وروش وبنته وبوكي وهيدوود وناس كتير تانية رايحين مع ليتن، لكن بين والباي مش رايحين. المهم بعد شوية كان جاء ميعاد الانفصال والكل ودع التاني، بس على آخر لحظة قررت تيل ما تسيبش سنوبيرسر وإنها تفضل في القطر لأنها اتربت فيه ومش هتقدر تسيبه، بس عامة مفيش مشاكل لأن خلاص القطر انفصل بعد ما طلعت تيل. ومن هنا يا عزيزي جت المشاكل لأن سنوبيرسر راح لحاله، اما القطر اللي فيه ليتن والباقي واللي هو قطر بيج اليس دخلوا جوه السكه الحديديه بتاعت قرن افريقيا واللي هي سكه خطيره جدا ووعره، بس فضلوا يعافروا ويعافروا لحد ما اخيرا الحمد لله وصلوا. والغريب كان ان اول ما استقروا لقيوا درجه الحراره هي سالب 5 ودي درجه حلوه جدا بالنسبه لهم، فاخدوا بعضهم ونزلوا الكل من القطر وهم فرحانين جدا انهم اخيرا وصلوا لمكان صالح للحياه. بعيد عن القطر في ميه وزرع وتربه للزراعه. بيعدي بقى 3 شهور وبنشوف سنوبيرسر وهو ماشي في امان الله وجواه ميلاني والباقي، ولكن فجاه
بينزل صاروخ من الفضاء وهو بينفجر وبيخلص الموسم التالت. واحب اقول لك حاجه نسيت اذكرها من شويه، وهي ان بعد ما اوزوايلر راح مع ليتن لقرن افريقيا، ال جي فضلت في القطر وكانت كالعاده بتلعب بالعين بتاعت ابوها الاصطناعيه الله يرحمه، فخبط حد فيها بالغلط فماتت مخنوقه لان العين نزلت في زورها، يعني عاشت عبيطه وماتت موت عبيطه. وبس كده، يا ترى ويلفرد هيعمل ايه؟ لانه اكيد مش هيسكت، وكمان ليتن واللي معاه هيبنوا حياه جديده ولا لا؟ وهل بلغوا سنو بيرسر اساسا ولا لا؟ والسؤال الاكبر، ايه موضوع الصاروخ الفضائي ده؟ كل ده هنعرف اجابته في الموسم الرابع. وبس كده، سلام.